أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. O children of Adam, يا بني آدم, let not شيطان, لا تدع الشيطان, Satan deceive you, يخدعك, يفترك. As he got your parents, كما خدع أبويك, Adam and Eve and حواء, I mean, out of paradise, أخرجهم من الجنة, stripping them of their raiments. Stripping يعني to take off your clothes. ينزع عنهما لباسهما, raiments, to show them, ليريهما, their private parts, عوراتهما, سوآتهما. Verily, إن he and قبيله, هو وقبيله, قبيله means his soldiers, جنوده, جنود الشيطان, from the jinn or his tribe, من الجن أو من قبيله, من قبيلته, the likes of him, see you, يراكم, from where you cannot see them, من حيث أنتم لا تستطيعون أن ترون. Verily, we made the shayateen, the devils, جعلنا الشياطين أولياء, friends, protectors, helpers, for those who believe not, لهؤلاء الذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. O children of Adam, let not shayateen, Satan, deceive you as he got your parents, Adam and Hawa, Eve, out of paradise, stripping them of their raiments to show them their private parts. Verily, he and Qabilu, his soldiers, and the jinn or his tribe, see you from where you cannot see them. Verily, we made the shayateen devils, awliya, protectors and helpers and friends of for those who believe not. اللهم لا تدع الشيطان يفتننا كما أخرج أبوينا من الجنة. لا هو ولا قبيله. اللهم آمين رب العالمين. اللهم لا تجعله لنا وليا. والله don't make the شيطان a wali for us. والله don't let the شيطان deceive us. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.